هاي الفيديو راح اشرح شلون تسجل حضور الطلاب من خلال منصة ادموندو لامتحان معين او لمحاضرة معينة. نجي يعني طبيت بالحساب مالك كتيتشر، جيت على كلاس، انا سويت الكلاس، انت باي كلاس تريد تسجل، الطب على الكلاس ذاك، بس طبيت على هذا الكلاس. اجي هنا شوف الزائد، بالزائد راح اكو عندي تروح كرييت كويس، يبقى على الخط مالك يفتح سريع لو لا زين. هسه بهذا التايتل مالته راح اكتبه بالعربي تسجيل حضور، تريد تكتبه بالانجليزي كيفك براحتك زين. انستركشن ما عندك اشكال، تريد تكتب معلومه ما تكتب مثل اجي هنا. المهم هنا تجي راح تسوي شنو عندك الشورت انسر لازم تسوي زين. بالشورت انسر راح تكتب يرجى ملئ او ملئ خلينا نقول المعلومات على الشكل الآتي. يعني ليش دا اسوي على الشكل الآتي؟ حتى شنو مو كل واحد يكتب له بأسلوب معين. راح اجي هنا الاسم الرباعي باللغة العربية زين، المادة طبعا اذا انت فاتح لك كلاس المادة معينة فما عندك اشكال، يعني ما تقدر لا تكتب المادة ماكو اشكال، بس اذا انت ما فاتح لي مرحله معينه مثلا مرحله الثانيه ومرحله الدراسات عليا من ضمن هذا المرحله مسوي لك جروب صغير، مسوي لك جروب صغير كل جروب على ماده معينه، فهنا اكتب الماده وهنا تاريخ زين هذا للتوثيق. اجي هنا شوف طبعا هي كويز عليها درجه، بس احنا نساعد نستغل اليه الكويز حتى نسجل حضور. جيت هنا تريد هي كوز بس ما تريد درجة، حطيتها صفر زين. من اسوي لها صفر خليني اشوف، اقول له ساين يعني جهزها للطلاب ايش راح يطلع لي؟ يقول لك غلط بالكوشن واحد، احنا بس دا نشتغل بكوشن واحد، والغلط وين دي يصير؟ هنا دا تشوف يقول لك انتر بوزيتيف نمبر، يعني ماكو تكتب صفر، اكتب واحد خليه واحد، لانه انت من تقول له من تصحح هذا ومن تشيك الجواب مال الطالب من تشوفها صحيح سويها صح، من يطلع صح يطلع يم الطالب انه اخذ درجه واحد وليا واحد من واحد، يعني شنو عندك وصل للاسم زين. هذا هنا تمام، واجي هسه على الاساين شوف ما عندك مشكله اساين المنو، يعني يجوز عندك بنفس الوقت جروبين دي يمتحنون، فهنا تجي تضيف الجروب الثاني زين. اجيت الديو ديت كلش مهم يمك، هذا يعني لازم يعني تسوي له اياه، لانه ما يقبل ادموندو ما يقبل اي كويز او اي اساينمنت اذا ما بها الديو ديت. اجيت هسه 12:30 يعني بالليل، يعني راح اجي اليوم 12 زين. طبعا التعليمات دي يقول يعني هي الحضور لازم قبل الامتحان تصير، فقبل 5 دقائق قبل الامتحان تجهز لهذا خلينا نقول اللينك مالت الحضور. 12:30 هسه خلينا نقول الامتحان يبدي 12:30 و5 زين، ونطي 5 دقائق الزايدة يعني نقول 12:40 ينتهي الامتحان. وين 40؟ هاي الأربعين طبعا صباحا، لأنه ثاني 12:30 بالليل، بس شنو يعتبر صباحا زين. تايم ليميت يعني تايم ليميت لازم تخليه، يعني احنا سويناه 10 دقائق زين. طبعا هذا يعني هذا ينضاف للدرجات مال الطالب؟ لا ما نريد نضاف، احنا بس يمنا للتوثيق الرزاق بين الرزاق. الرزاق شنو يعني؟ انت من طيله اوكي صح، من صح الورقه او صح الرزاق مالته من شورت انسر يطلع اما واحد ماخذ، يعني شنو عندك صحيح زين. هسه راح اسويها يا قلنا قبل الامتحان
خمس دقائق بس احنا الامتحان قلنا 35 12 و35 يبلي بس قد له وننطي زايد الاخر 10 دقائق صراحة اقول لك اساين وتريد سكيجول من تقدر تحدد ايش وقت التاريخ يبلي يعني يقول لك يا هسه هذا الكوز is now available موجود جيت انا فاتح على هذا المتصفح على متصفح اخر زين انا كطالب طاب زين قبل يطلع لي هذا زين مرات هذول ما يعني عندك هذول يعني انت يعني الكوزات ما تطلع يمك لان الانترنت مالك ضعيف فالادموندو ما يسوي له ريفرش بس انت قبل انت ما اخذ التعليمات انه خمس دقائق اللي قبل الامتحان راح يجي لك لازم رابط التسجيل واذا ماكو اذا لا ايش راح اسوي سوي لك ريفرش زين ويطلع عندك الرابط بس سويت ريفرش يعني هو ولو اني من فتحت التصفح قبل مباشرة كان موجود يعتمد على الخط مالك زين هسه هذا ننتظر الصفحة تسوي ريفرش يعني الرابط طلع بسرعة بس شنو الصفحة دي تأخر بالريفرش جزء الرابط يجيب يعني جتي للطالب سرعة ماكو اشكال ذاك الوقت بالانترنت بس هسه شو الانترنت تأخر فنصبر خل نصبر او نرجع على الصفحة ايش بيرجع لنا على الصفحة الخط راح مبين راح ادخل على الموندو من جديد نشوف هذا الموندو من جديد طبيت على الموندو شوف تخربط ذا جيت هنا وين العفو طبيت على صفحة غلط على الكلاس غلط هذا الكلاس اللي انا يعني راح امتحن بيه او اخذ المحاضرة واللي يجي رابط التسجيل مالتي بيها زين شو قبل دقيقتين نازل يجي تيك كويز اخذ الكويز تسجيل الحضور شو وقت راح ينتهي 12:40 دقيقة وهسه 12:34 راح اجي تيك كويز اجي هنا يرجم للمعلومات طبعا شوف هنا كاتب معلومات بدون ما هم لازم تشيك من ترسل اي معلومة للطالب راح اجي اسويها بالعربي الاسم احمد محمد علي حسام المادة الرياضيات شوف شنية مثلا هذا الرياضيات متقدمة زين والتاريخ اليوم 10 بشهر قلنا يجي 10/6 تمام هسه تأكدت الاسم والمادة الرياضية شوف هنا عندي غلط والتاريخ وهسه اقول لك يا شوف قد باقي لي 10 دقائق مطينا اياها راح اسوي له سبمت يقول لك تريد ار يو شور وان تو سبميت يور ريكويست تمام اول كويشن انسر يو كويشن واحد سبميت سوينا سبميت سبميتد هسه راح ارجع مره ثانيه شوف هسه تسجيل هنا يطلع لك شوف هنا مو تيك كويز يقول لك مو تيك الناس طلع فيو كويز ريزلت يعني هذا لازم يطلع للطالب او الطالب لازم يشوف هذا زين ولا عنده مشكله بالتسجيل جيت هنا شوف هنا بعدني انا يعني لحد الان بعد ما طالع يمي السبمشن مالته فراح اسوي خلي ريفريش ولا هي الخط يا
يبقى الخط إذا ضعيف يعني لازم تصبر. إذا الخط سريع قبل لازم كان يطلع يمنا إنه هي سبميت صارت. يعني جينا لازم هنا يكتب لي يا هذا الطالب في هذا الكلاس سوى يمي سبميت. شوفان بعدني دا أصبر حتى يصير طبعا طلع لي سبميت ماله سبميشن. جيت فتحت او ديست سبميشن جيت هنا الستودنت جيت هذا الستودنت واكو هنا منطق الاوبشن اللي هي الجريد اجابه عليه الاسم الاسم كاتبه صحيح الماده تمام. هذا هسه اكتب هنا اذا كان عنده غلط راح يطلع هنا زين بس انا سويته كوركت يعني صحيح هي. شوف هنا الدرجه ما تجد صارت 1 من 1 هسه يطلع يم الطالب انه شنو اخذ 1 من 1 يعني شنو يعني عندك يعني شوف الناس قد راح يطلع خلينا نشوف شو وقت يطلع. انا سويت الناتج او ايش اسمه الدرجة انطيته اياه خلي هم نسوي لنا ريفرش انه لازم يكتب هنا الدرجة بعد. شوف هنا كتب لي البيج نوت فاوند يعني المشكلة اذا الخط ضعيف راح تتورط به. جيت على ادموندو من جديد صارت لك مشكلة دائما انت تروح على ادموندو الهوم او تفتح لك الصفحة مال ادموندو من جديد. شوف هم بعدني دا اصبر جيت هم فتحت الادموندو اسد هذا الصفحة وطبعا الكلاس مالتي هو طلع لك هذا الدرجة او هذا الوصل الدرجة للطالب انه هو صحيح تسجيل مالته ماكو مشكلة بتسجيل الاسم. اتمنى انه وضحت شلون تسوي تسجيل للحضور الطلاب ويا ما بيها شيء ان شاء الله. واذا عندك اي مشكلة تقدر تضيف او تستفسر خلال الكومنت وان شاء الله ارجع لك واوضح لك اياه. اشكركم على المشاهدة ونشوف ان شاء الله بالفيديوهات القادمة.